السلام عليكم، يا ترى جواز الصالونات هو الأنجح ولا محمد صلاح هو الأحرف؟ تابعونا في الفيديو دوت عشان هتعرفوا. فيديو طويل شوية بس أنا متأكد أنكم هتتابعوه للآخر. يلا بينا. أنا ناوي النهاردة بإذن الله تعالى في الفيديو دوت أقنعك بمجرد المنطق والعقل أن الجواز اللي هما بيسموه جواز الصالونات أقرب للنجاح وأقرب إلى التوفيق من الجواز بالطريقة التانية. خلينا الأول نقف على الأرض الصلبة، عايزين نقول إيه هو جواز الصالونات وهي قصدي بها الطريقة التانية. جواز الصالونات اللي الناس بيسموه صالونات هو المقصود به إن الجواز اللي بيبدأ من البيت، يعني شخص ممكن يكون واحدة راح يتقدم لها في بيتها، ممكن يكون شافها قبل كده أو عارفها قبل كده، سواء عارفها عن طريق صديق أو عارفها عن طريق الأسرة أصلا أو عارفها عن طريق الجيرة أو شافها قبل كده لسبب ما أو كان يعرفها قبل ما يتوب وبعد ما تاب حب يتقدم لها، وممكن ما كانش ما يعرفهاش خالص ولا شافها خالص والأول مرة هيشوفها في البيت. بغض النظر هو شافها قبل كده ما شافهاش قبل كده، عارفها قبل كده أو مش عارفها قبل كده، لكن هو قرر أن تكون البداية من البيت. فالناس بتسمي الطريقة دي صالونات عشان هو بيقعد في الصالون يعني وبيبتدي يتفق مع الوالد وبيشوفها وبيتكلم معها، وهي الكلمة تنفيرية شوية بتتخيل بيها ان انت قاعد في الصالون وهيجبروها تتجوز وهيجبروه يتجوز، يعني هي الناس سمتها كده. فاحنا هنمشي على المصطلح اللي الناس سموه علشان هي بتترسم الصورة لما بيتقال جواز صالونات، لكن انا عايز اقول ان الجواز اللي بدأ من الباب الصحيح. الطريقة التانية واحد برضو شاف واحدة او اعجب بيها، اعجب بشكلها جدا ويمكن اعجب بجسمها كمان، وقرر ان هو يدخل من طريقها هي، فبدأ يتكلم معاها ويتعرف عليها والعلاقة زادت، وبعد كده بقى في مشي وخروجات ومسجات وضحك وهزار وعلاقة ووعد بالجواز وشهور وسنين، وبعد كده هيروح يتقدم لها. يا ترى انهي طريقة تبقى انجح وانهي طريقة تبقى اقوى؟ خلينا نمشي مع بعض بالمنطق والعقل، انا مش هتكلم الا بطريقة عقلية. خلينا الاول نتفق ان اي بنت علشان نقدر نقول ان البنت ديت مناسبة ليك لازم هتسأل على حاجات معينة لازم تعرفها عنها: تدينها يعني علاقتها بربنا، اخلاقها، طباعها، ايه الفرق الاخلاق والطباع؟ الاخلاق زي الصدق والامانة والكلام دوت، الطباع يعني هادية مش هادية، نظيفة منظمة مش منظمة، يعني في طباع ممكن نختلف انا وواحدة فيها تكون متدينة واخلاقها عالية بس طبع مش راكب فبالنسبة لي مرفوض. فتدين، اخلاقها، طباعها، دي الاساسيات، والشكل طبعا مفيش كلام، وبعد كده عندنا الاهل مؤثر في اختيارك لايه لاي واحدة، اكيد الاهل عامل مؤثر في اختيارك للواحدة. خلاص اتفقنا على النقطة دي، تعال نناقش نقطة نقطة بقى بالايه بالتفصيل. اول حاجة انك انت تعرف البنت، تعرف حقيقة تدينها، حقيقة اخلاقها. بلا شك يعني احنا عندنا دلوقتي لما بنيجي نتكلم في طريقتين، ايه هو المصدر اللي انا اعرف بيه الموضوع دوت؟ خلينا نبدأ بالطريقة التانية. الطريقة التانية انا لما بعرف الواحدة بعرفها عن طريقة هي نفسها اللي بتديني الصورة عن نفسها في اخلاقها وفي يعني تدينها والكلام دوت. في العادة ان بيبقى اي علاقة ما بين رجل وامرأة غريبة بيبقى فيها نوع من التكلف. على فكرة مش لازم يكون في خداع، لكن طبيعة اي واحد بيتعامل مع واحدة بيتكلف شوية انه يحسن من نفسه وهي بتتكلف شوية ان هي تحسن من نفسها. ففي نسبة من اللي انت شايفه ده مش حقيقي او مش موجود، وزي ما انت احيانا انت طبيعي الراجل فينا بيرسم نفسه احيانا على ممكن على بنت، مش قصده يخدع بس هو شيء جبلي ان اي حد بيتعامل مع واحدة بيحاول يتعامل احسن ما هو في طبيعته الحقيقية، فاللي انت شايفه منها دوت مش هو الحقيقة بنسبة 100%، فضلا ان لو في تخيل لو في نسبة من الخداع كمان يبقى النسبة اللي انت شايفها كحقيقة اقل. ولذلك كتير بيحصل بعد الجواز ان الناس بتكتشف في الطرف الاخر حاجات وما كانش يتخيل، بيقول انا مش ممكن مش هو ده الشخص اللي انا عرفته، ويقول مش ممكن مش هي دي الانسانة اللي انا عرفتها، وده ناتج عن الحتة اللي حصل فيها تكلف واللي هي مش حقيقة ومش موجودة، بل احيانا بيبقى موجود عكسها. يبقى انا لما عرفت الانسانة ديت منها هي نفسها ممكن ما خدتش معلومة صادقة. خد بالك البنت هي اللي تعرف البنت، الولد ممكن يعرف الولد، فممكن تمشي مع واحدة مدة طويلة وبعد كده تيجي بنت تقول لك البنت دي مش كويسة، والعكس ممكن بنت تمشي واحد مدة طويلة يجي ولد يقول لها خلي بالك الولد دوت غير ما انت شايفاه خالص.
المعلومة ممكن ما تكونش دقيقة بشكل كبير، وممكن تكون دقيقة، بس أنا أقول لك إن الطريقة بتاعت الصالونات المعلومة أدق. أنا بعرف البنت منين؟ بعرفها عن طريق السؤال عليها. طب أنا بسأل عليها مين؟ بسأل عليها الناس اللي بيعملوها بطبعها، بسأل عليها جيرانها، بسأل عليها قرايبها من النساء، بسأل عليها صاحبتها، بسأل عليها، يعني بعرفها عن طريق مصادر هي بتتعامل معاها بدون تكلف. فاللي هيتقال لي عنها هي معلومة في الغالب معلومة دقيقة جدا. فلو قالوا لي دي أخلاقها عالية يبقى هي أخلاقها عالية، قالوا لي تدينها تمام يبقى هي تدينها تمام. الفكرة في المصدر، مصدر انت مين اللي بيديك المصدر اللي بتعرف دي ديت تمام ولا مش تمام، هي ولا مصدر بيتعامل معاها. فالمصدر اللي بيتعامل معاها في الغالب هيديك معلومة أدق لأنه أقرب إليها وبيتعامل معاها بطبيعتها. الحاجة التانية الأهل، ودي موضوع خطير جدا في جواز الصالونات زي ما بيسموه. أنت بتسأل على الأهل قبل ما تخش الإيه، قبل ما تخش البيت، فتبقى المعلومة دي منتهية قبل ما أنت توصل أصلا. فلو أهلهم مناسبين ليك، مناسبين لأسرتك، أنت حسيت بألفة معاهم هتبتدي تدخل. لو ما لقيتش كده ممكن في العادة خلاص الموضوع بيقف. الطريقة التانية إنك أنت بتعرف البنت ثم البنت ثم البنت ثم البنت، وممكن نقعد شهور وسنين، وبعد كده حضرتك لو أصلا رحت تقدمت هتروح تعرف الأهل بعد كل دوت. ففي احتمال كبير إن الأهل ما يعجبوكش، ساعتها تعمل إيه؟ طلعوا مش مناسبين، طلعوا غير اللي أنت كنت متخيله، أو الأسوأ إن الأهل يرفضوك، هما أنت مش عاجبهم بعد المدة الطويلة ديت. فطبعا تبقى الصدمة كبيرة جدا، صدمة كبيرة جدا. فبالتالي ممكن ترفض البنت بعد ما حبيتها مدة طويلة عشان أهلها، وممكن هم يرفضوك بعد ما أنتوا ارتبطتوا ببعض مدة طويلة، ويحصل الفشل ويحصل الألم ويحصل الصدمة. يبقى إذن في الطريقة الشرعية أنا أصلا قبل ما أدخل البيت كنت خلصت أغلب الموضوع، عرفت التدين، عرفت الأخلاق بمعلومة دقيقة، وعرفت كمان الأهل واتطمنت على الموضوع دوت. فاضل إيه يا جميل؟ فاضل الشكل. الشكل، الشكل شكل يعني موضوع بيخلص في 5 دقايق. أنا لو قعدت مع أي واحدة عرفت طولها وعرضها وشكلها في دقايق، فأقدر أقيم هي دي بالنسبة لي مقبولة ولا مش مقبولة. بل أقول لك حاجة أجمل، البنت اللي هتبقى هتشوفها في بيتها في العادة مش تبقى مأفورة، مش تبقى حاطة ميك اب أوفر، مش 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 عاملة حاجات تخدعك، هتبقى في الغالب بشكلها الطبيعي أو حاطة حاجات بسيطة. فاللي أنت شايفه ده دلوقتي لو عجبك لأ في بيتك هيبقى أجمل بكتير. على عكس الطريقة التانية أحيانا بيبقى اللي أنت شايفه الحقيقة في بيتك هتبقى أقل من أنت شايفه بسبب أفورة الميك اب اللي بتحطها البنات بره البيت للأسف اللي بتمشي مع أولاد خصوصا. يبقى كده موضوع الشكل ده سهل جدا. يبقى أنا فاضل لي إيه دلوقتي؟ فاضل لي موضوع الطباع، موضوع الطباع دوت. بس خلينا نرجع للشكل عشان عايز أنبه على نقطة مهمة نسيتها. موضوع الشكل أنا لما الطريقة التانية اللي هو الشخص بيتأثر بشكل البنت جدا وبعد كده بيحبها وقوامها والكلام دوت، هو بدأ بالشكل، خد بالك بدأ بالشكل، بعد كده بدأ يعرف أخلاقها وتدينها وطباعها والكلام دوت. ممكن يكون دخلته الشكل الأول تخليه يتعمى عن كتير من الطباع والإيه والتدين والأخلاق، يعني بعد انبهر بشكلها، انبهر بجسمها مثلا، عايز يعرفها، دخل تعرف عليها عرفها كويس، ابتدى يكتشف عيوب الشكل اللي هو متأثر بيه المنبهر بيه، خلاه يتعامى عن كتير من العيوب وكتير من الطباع اللي هو مش عاجباه، بس هو قاعد يقول دي مش مشكلة دي مش مشكلة علشان هو مش عايز يشوف كده عشان الشكل مأثر عليه. وبالتالي ده لما بيخش البيت وخلاص وخد اللي هو عايزه الدنيا تمام، يبتدي المشاكل دي تطلع تاني، ويكتشف ان العيوب اللي هو تغاضى عنها او اتعامى عنها طلعت عيوب خطيرة وما يقدرش يتعايش معها. لكن في الطريقة التانية انا الاول بسأل على الطباع والاهل والكلام دوت والاخلاق، بعد كده بشوف الشكل. فبيبقى الشكل مش هيأثر عليا سلبيا لما احب ان انا احدد الشخص ده يناسبني او مش يناسبني، او اقيم اخلاقه ايه وطباعه. عشان كده الطريقة الشرعية العقل بيسبق فيها القلب، الطريقة التانية القلب بيسبق فيها العقل، فممكن قرارات القلب تأثر على العقل. لكن لما العقل يسبق القلب بتبقى أحسن بكتير، لأن لما القلب بيخش يركب على العقل، فتبقى النتيجة أحسن بكتير. يبقى احنا فاضل لنا دلوقتي الطباع. الطباع طبعا في الطريقة التانية ممكن واحد بسهولة طبعا يعرف طباع اللي قدامه وهي مناسبة ليه ولا مش مناسبة ليه. في الطريقة الشرعية ممكن أنت داخل على واحدة مش عارف طباعها، لكن دي دور فترة الخطوبة. لما تقضي فترة الخطوبة تبتدي تعرف على الطباع. خلاص تعرفت الأخلاق، عرفت التدين، عرفت الأهل، عرفت الشكل، فاضل بقى إيه هي مناسبة ليا مش مناسبة ليا كطباع.
هادية مش هادية، منظمة مش منظمة، نظيفة في نفسها، الحاجات دي بتعرفها في فترة الخطوبة. وكمان في مصادر تانية بتخليك تعرف أكتر كمان، أنت بتعامل في الطريقة دي معاها ومع الأم ومع أخواتها ومع والدها، فبتجمع من كل المصادر دي الطباع، لأن غالبا البنت تتأثر بكل المصادر دي، وأحيانا بشكل كبير تبقى شبه والدتها. فممكن لو أنت عرفت الطباع دي وعجبك مجموعة الطباع اللي في البيت، أنت بيتك في العادة هيبقى شبه كده، فأنت عرفت معلومات أقوى. وفترة الخطوبة لو الطباع دي ما عجبتكش ممكن تفسخ الخطوبة بكل بساطة، ما فيش حد هيلزمك أنك أنت تكمل. فاضل السؤال الخطير هو الحب. طب انا عم الشيخ دلوقتي انا مش بحبها، هتجوزها ازاي؟ اتجوز واحده ازاي انا ما بحبهاش؟ دي مساله خطيره. احنا اتكلمنا في فيديو قبل كده على موضوع فتاه احلامي في قصه دي. باختصار لازم تفهم حاجه معينه، ان مفيش حاجه اسمها فلانه دي حبيتها وهي دي الوحيده واي واحده تانية هعرفها مش هحبها. لا لا لا، لازم تفهم ان اي واحده عرفت طبعها، عرفت اخلاقها، عجبك اخلاقها، تدينها، شكلها، عاملتك كويس، بتتعامل معاك كويس، طبيعي انك انت هتحبها. فموضوع شبهه الحب ده يعني شبهه للاسف مش صحيحه. اسال مجرب اي حد دلوقتي يتجوز حتى بالطريقه العاديه ديت، هتلاقيه في الاخر بيحب زوجته عادي. بل عايز اقول لك ان الطريقه الشرعيه احلى في الموضوع دوت. ليه؟ لان الطريقه الشرعيه انت بتبدا اصلا مش بتحب ولا اي حاجه، فبتبتدي تخش تشوف شكلها، تعجب بيها شويه، تتعامل معاها تعجب بيها اكتر، تخطبها، يبتدي الحب يتدرج، تكتب كتابك تحبها قوي، تخش عليها، يوصل الحب للقمة اللي هي المستوى الطبيعي، بس ده بالنسبة لكم مستوى عالي فبتستمتعوا بكل مرحلة. لكن في الطريقة التانية الموضوع بيبدأ بالسقف، بيبدأ بحب جامد جدا، وبعد كده يبتدي الخطوبة، نبتدي نتعود على بعض، وبعد كده كتب الكتاب والدخلة، نبتدي نرجع للمستوى الطبيعي بتاع الحب. فنفتكر ان الحب قل، ويبتدي بقى تقول له انت ما بتحبني زي الاول، وانت ما بقيتيش زي الاول، ويبتدوا في الفترة الجميلة المفروض يستمتعوا فيها باعلى درجات الحب، لا ده حاسين الموضوع قل. لكن في الطريقة الشرعية يوصلوا للشكل الطبيعي دوت بتدرج، يرتقي لفوق، فبيستمتعوا بكل مرحلة. لكن لو افترضنا ان انت ما حبيتهاش فعلا الحب العاطفي بتاع الافلام والمسلسلات دوت، عادي، في بيوت كتير قائمة وسعيدة وناجحة جدا وهي قائمة على المودة والرحمة والاخلاق العالية وحسن المعامله. ففكره المسلسلات والافلام ديت مش ضروري، في بيوت كتير ناجحه من غير الموضوع ده. لكن انا اوعدك ان اي واحده فعلا عجبك شكلها وعجبك طباعها وتدينها واخلاقها انك انت هتحبها. طيب يبقى احنا كده فاضل لنا ايه؟ فاضل لنا ان هل القاعده دي ملهاش استثناءات؟ يعني لا طبعا، اي قاعده ليها استثناءات، لكن انا ببني كلامي على القاعده مش على الاستثناء. ممكن الطريقه الشرعيه في الاخر الجواز ما نجحش عادي، وممكن الطريقه الثانيه الجواز هو اللي نجح عادي برضه. بس انا بقول هنا مش برجح ده فاشل دايما وده ناجح دايما، انا بفهمك ان ده اقرب الى النجاح من ده، بل الموضوع ده مشاهد بالتجارب. بص حواليك انهي تجارب هي الادوم والبيوت الاكثر استقرارا؟ هتلاقيها في العاده البيوت اللي دخل الناس من الباب، مش اللي دخلوا من الشباك وبالطريقه الغير شرعيه. طبعا انا في الفيديو ده كله ما اتكلمتش على حلال وحرام، ودي نقطه ما ينفعش ان احنا نغفل عنها ابدا، بس انا ما رضيتش ان انا اركز عليها عشان اقنعك عقلا ومنطقا. لكن لو اتكلمنا في حلال وحرام فالطريقه الشرعيه تكسب من اول جوله، لان احنا لازم نبقى واخدين بالنا ان احنا ما ننساش في سياق الكلام ده كله ان ربنا سبحانه وتعالى بيده كل شيء، الخير والبركه والتوفيق وكل الكلام دوت. فمش متصور ان ربنا سبحانه وتعالى يكتب التوفيق والخير والبركه للي ماشى في حرام، وانما سيكتب الخير والتوفيق والبركه للي ماشى في الصح ومشى في الايه؟ ومشى في الحلال. والتوفيق والبركه مش لازم ان الجواز نجح يبقى خلصت، او الجواز فشل يبقى خلصت، لا ده فيه لسه بعد كده علاقه طويله وسنين واولاد فاللي عمل الغلط وما تبش ممكن يجد نزع البركه والتوفيق حتى بعد زواجه. واللي عمل الصح ممكن يجد البركه والتوفيق حتى لو تجربه او اثنين فشلوا، باذن الله يجد التوفيق والبركه فيما بعد ذلك. بس انا خليني اركز على العقل والايه؟ والمنطق. الفيديو دوت تقريبا كده خلاص خلص. ايه علاقته محمد صلاح؟ هو ملوش علاقه محمد صلاح، انا كنت بس بشدك في الاول وخلاص. لو الفيديو عجبك يا ريت تنشره بين الناس، الموضوع ده مهم جدا. لو انت على اليوتيوب يا ريت تعمل سبسكرايب. عايز اسمع كومنتاتكم، ويا ريت تكون تعليقات مهذبه، وهادي احنا بنتناقش وبنحاول نقنع بعض والكلام دوت، فيا ريت تكون في تعليق هادف، يكون في قصه تفيدنا كلنا.
وربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وربنا يجوز الشباب المسلمين. السلام عليكم.